السلام عليكم، صباح الخير. كديرين؟ السلام عليكم. قلني يحيى ماما علاش كتبدا تقولي سلام عليكم؟ كنغوت. يلا نشوفوا كيفاش غدير لها انت. سلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم. قلت صراحه ندير هذا الفيديو باش تكون واحد الاستفاده عامه، كلشي كلشي توصلوا. واش راسك تبت معايا؟ تبت معايا يحيى. المهم غتقبلوا علينا الصراحه هاد التصوير الرديء، هاد التصوير هذا غتسمحوا لنا شي شويه حيت هاد الولد هذا باقي. يلا السلام. المهم وقفنا هاد الوقفه هادي، كنتسناو نستغلوا الفرصه باش نجاوبوا شويه على التعليق ديال المتابعين ديالنا. اش كدير يا حيا؟ اش كتشرب؟ والو شرب الرمان. كي جاك العصير ديال الرمان؟ زوين. في واحد المريق مسكين حار زعما تكلف من ديال الرمان. زوين. المهم كما قلت لكم غادي نجاوبكم ان شاء الله على نقراو التعاليق ديال المتابعين ونجاوبوا عليهم، حيت نورمالمون كنجاوب الناس يعني التعاليق. صراحه كنحاول نجاوب كاع الناس اللي كيخليو لي تعليق في القناه ديالي، ولكن ملي كنجاوب يعني كنلقى راسي كنعاود نفس السؤال. مثلا كيتطرح خمسة مرات ولا ست مرات نفس السؤال، فكنكون مضطره انني نجاوب كل واحد باش يشوف بطبيعه الحال الجواب. صراحه هذا الفيديو هذا درته باش نجاوب هاد التعليقات هادو، تكون واحد الاستفاده عامه وكون يعني المعلومه توصل لبزاف ديال الناس. غنحاول كما قلت لكم نقرا بعض التعاليق ديال المتابعين ديالنا اللي كنشكركم بطبيعه الحال بزاف بزاف. والله كنشكركم على التعليق ديالكم الجميله اللي كتخليني دائما متحمسه باش ندير لكم فيديوهات ونزيد نصور لكم ونزيد نقربكم يعني نقرب لكم المشروع. برافو يحيى، راه السيد راه ولا 5 5 يحيى التيفي دابا. بغيتي القناه ديالك؟ لا عندي نفس المشروع ديال جوهرة البحر. انا عندي القناة، عندك القناة؟ فيها والو. ايوا حتى العطلة وعاد لوح فيها ان شاء الله. واحد التعليق ديال واحد المتابعة مريم الدوبلالي، فين جا مكتب البيع؟ الا بغيت نمشي ما عرفتش العنوان. حدا المشروع. ها؟ حدا المشروع مكتب البيع. ياك؟ غنبقى نسولك وتجاوب انت. سير جاوب لي على اللي عرفته. صافي يلا. فين جا مكتب البيع يحيى؟ حدا المشروع. حدا المشروع بالضبط في الدخل ديالو. برافو عليك يحيى، جاوبكم قال لكم المشروع جا بطبيعة الحال جا في الدخلة ديال المشروع. جا كتدخل مع المشروع كتلقى على يديك اليسر اون فاس مع الشطر الأول. خيبيان اون فاس مع الشطر الأول. والمشروع جا في بوقنادل، جا على الطريق الوطنية اللي كتجي من سلا الرباط على الطريق، يعني ماشي بوقنادل وتمشي لشي بلاصة ولا تلف ولا شي حاجة، جا بالضبط على الطريق. كتفوت شي شوية سميتها البوسطة، تقريبا جا حدا البوسطة البريد بنك تما. لو وقفتي تما وسولتي غيقولي لك ها هو قدامك. فتما كاين المشروع على يديكم، يعني إلا جيتو من سلا على يديكم اليسرى، إلا جيتو من قنيطرة على يديكم اليمين. هاتجي على يديكم اليمين. وتعليق واحد اخر، اختي واش مازال باقيين شقق؟ بغيت ناخذ شقه تما، ولكن بغيت نسولك واش يمكن ناخذها كريدي. الشطر الخامس هو اللي باقي فيه الشقق. صراحه الشطر الثالث والشطر الرابع راه ما بقاش فيه الشقق، باقي بعض الشقق في الشطر الخامس. وقالت لي واش يمكن ناخذها كريدي، وبطبيعه الحال يمكن لك تاخذيها كريدي، ولكن ماشي الكريدي مع الشركه، كريدي مع البنكه، يعني كتكون البنكه هي اللي كتخلص كتخلص ليك الدار، وكيكون كيبقى التعامل مع البنك اللي عطاتك الكريدي. كاين تعليق واحد اخر، خديجه باك، اللهم بارك اختي زينه، واش تسليم ديال الشطر الرابع غيكون في الموعد نفسه شهر جوج اللي داروا معانا بالنسبه المدرسه خصوصيه مش مكينش في المشروع؟ عافاك اختي كريمه، جاوبيني. الله يخليك، الله يخليك صحيحتك وشكرا. شكرا اختي خديجه على التعليق ديالك. هذا قولي قلت لي واش التسليم ديال الشطر الرابع غادي يكون في الموعد؟ بطبيعه الحال كنتمنى انه غادي يكون
في الموعد طبيعة الحال اللي داروا معكم شارجوج 2021، فغادي يكون ان شاء الله تسليم في هذا الموعد هذا، لان ماشي الشطر الخامس الشطر الرابع غادي يكون ان شاء الله في الموعد، لان الاشغال في الشطر الرابع راه تسالات تقريبا كلها، يعني ما بقاش شي حاجه بزاف، فكنظن انه ان شاء الله غادي يكون في الموعد ديالو ان شاء الله يا ربي. وسولتني على المدرسه الخصوصيه واش ما كايناش في المشروع. المدرسه الخصوصيه صراحه كاين بقعه مخصصه للمدرسه، ولكن باقي ما تبنات، مازال ما تبناش. برافو عليك. تعليق واحد اخر، مشكوره الاخت زين على مجهوداتك، بالتوفيق. شكرا، بارك الله فيك اختي. واش مازال فيهم للبيع؟ بليز جاوبيني. باقي الشقق في الشطر الخامس، وكنصحكم انكم من الاحسن تدوزوا لمكتب البيع باش يعطوكم تفاصيل ديال الشقق اللي باقيه، حيت انا كنسولهم الدراري كنقول لهم واش باقي الشقق ولا لا، فكيقولوا لي واش باقي ولا ما باقيش، يعني بالضبط فين العمارات اللي باقي فيها شقق، واش بخومي واش دوزيام، واش يعني هاد الديطاي، هادوك هاد الديطاي غتلقاوه في مكتب البيع. كاينين بزاف ديال التعليق صراحه، اللي كيشكروني كيقولوا لي شكرا زينه على المجهودات ديالك، كنقربكم من المشروع، فهاد التعليق كلهم كنقول لكم شكرا، شكرا بزاف والله العظيم، كتفرحوني بزاف بهاد التعاليق. من واحد السيد خضري، من السيده خضري الهام، قالت لي يا سلام زينه جزاك الله كل خير، كتقربي الناس من المشروع وكيتبعوا معاك الاشغال بكل شوق، شكرا بزاف. حتى انا كنقول لك شكرا اختي الهام، بارك الله فيك، شكرا على التعليق ديالك. كاين بزاف صراحه اللي كيشكروني، فكنقول لكم حتى انا شكرا، شكرا بزاف. رقيه اي طالب قالت لي التسليم في الموعد دليل على مصداقيه الشركه، فعلا المشروع يستحق لقب احسن مشروع للسكن الاقتصادي، وفكره تتبع الاشغال مع المستفيدين اول مره كنشوفها في بلادنا. تحيه كبيره لك زينه والجميع المسؤولين على نجاح هذا المشروع، مزيدا من التقدم والنجاح الدائم، اختكم رقيه اي طالب. شكرا لك اختي رقيه اي طالب، شكرا على التعليق صراحه عجبني التعليق ديالك. اسماعيل مناها، شكرا اختي زينه على المجهود ديالك، واش يمكن لك تصوري لنا الشقه 5 في العماره 40؟ راه بناتي مشتاقين يشوفوها، الله يخلي لك وليداتك ان شاء الله يا ربي. شنو كاين اخر؟ انا بغيت نسولك على المحلات التجاريه واش مازال كيتبعوا في هذا المشروع. صراحه المحلات التجاريه كاينين باقي محلات تجاريه كيتبعوا في المشروع، ولكن ما عنديش معلومات الكافيه على المحلات التجاريه. كنصح يعني ثمنكم عارفين على حسب المساحه على حسب الموقع، فالاثمنه ديال المحلات التجاريه كنصحكم انكم تزوروا مكتب البيع، غادي يعطيكم جميع المعلومات على المحلات، وتشوفوا معكم المحلات المساحات ديالهم المواقع ديالهم. فكنصح الناس اللي مهتمين بالمحلات التجاريه يدوزوا لمكتب البيع ويسولوا الدراري، راه تبارك الله غادي يجاوبكم على الاسئله ديالكم. شنو اخر؟ واحد السيد قال لي سولتك ما جاوبتينيش، احنا ديما في الشطر الخامس، واش ممكن ندفعوا 7 مليون؟ احنا ديجا دافعين 7. هذا السؤال هذا الا فهمته من على الفهم ديالي، يعني هو ديجا دافع ربما 7 مليون وباغي يزيد مثلا 7 واحده اخرى، هادشي الا فهمت، الا كنت فاهم هذا السؤال هذا. صراحه ممكن انك تدفع مثلا تسبيق، وكل مره كل شهر مثلا قبل ما يعيطوا عليكم قبل موعد التسليم، ممكن انكم كل شهر تدفعوا شي حاجه، تجمعوا يعني شي حاجه وتدفعوها وكيعطيوكم التوصيل. بطبيعه الحال اللي دفعتوها راه كتنقص لكم من الثمن الاجمالي ديال الشقه، ممكن هاد القضيه، ولكن ملي يعيطوا عليكم خصكم صافي تقادوا الامور ديالكم، تكملوا الفلوس ديالكم، سواء يعني تعطيو كاش تخلصوا كاش، اولا ديروا تكملوا يعني مع البنكة اللي كتخلص لكم الشقه ديالكم، ولكن قبل ما يعيطوا عليكم في ديك مثلا ملي كيعيطوا مثلا بدا الشطر مثلا كيتباع، كتجي مثلا كتعطي واحد التسبيق وفي ديك العام ديال الاشغال مثلا قبل ما يعيطوا عليكم، ممكن انك كل مره كل شهر تجي مثلا تدفع مليون جوج المليون، وهي غدا يعني كل مره كيعطيوكم التوصيل فيه ديك 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 الفلوس اللي عطيتيه. بطبيعه الحال كيقصوا لك من فلوس ديال الشقه، الا كانت مثلا شقه 25 مليون، المره الاولى دفعتي 5 ديال التسبيق، المره الثانيه جيتي مثلا دفعتي 2، راه كتنقص لك كتبقى لك 18 مليون، داكشي اللي دفعتي كيتنقص لك بطبيعه الحال. خليل الحاتمي، اللهم بارك، تحياتي وجميع العائله، ومزيد من النجاح والتألق لك ولقناتك ان شاء الله يا رب. بعتي عليا هذيك سدها وشتك
عييتي واقيلا. خليل حاتمي دائما شكرا لك زينب، بعدتي شويه الكاميرا. شكرا لك بزاف، ديما كتقرب لنا من الاشغال ديال المشروع مزيد من التعلق. شكرا اخ خليل، دائما كتخلي لي التعليق في القناه ديالي. فاطمه سالي تبارك الله عليك اختي، قمه التواضع والعطاء، جعل الله لك في كل خطوه سلامه واجر وثواب عند الله. شكرا اختي، بارك الله فيك اختي فاطمه، تحياتي لك. زك مين بس نرم فاطمه ديما تنهضر معها بالشلحه. سميه شكري اختي عافاك، الى ما صوري لنا الشقه قد العمر 36 ان شاء الله يا ربي. شكون اخر؟ المهم كاين بزاف ديال التعليق صراحه، باش كنقراهم غير هكا، غير كنقراو صافي. صراحه اختي زينه هذيك البارتما اللي وريتي ديال هذيك الناس راها كبيره بزاف، ما فيهاش 65 متر، كيفاش علاش ما دايرينش نفس الفصاله؟ كاينين الشقق، هذا سؤال في محل ديالو، كاينين شقق الشقق اللي وريتكم في اخر فيديو، كاينين شويه اللي كبار المساحه ديالهم، فدائما كتسولوني الشقق اللي كبار، الشقق اللي فيهم 70 متر وما عمرنا شفنا كزينه صورتهم لنا. فصراحه في الفيديو اللي صورت لكم اخر مره صورت لكم الشقق اللي كبار، هكا تاخذوا عي فكره على الشقق اللي جات اللي كبار شويه، وهذو ما كاينينش بزاف، قلال بزاف في المشروع، وراه تباعوا حتى هما بنفس الثمن يعني ب 25 مليون، وهذا الشيء اللي كاين. شنو اخر؟ كيسولوا بزاف على سلام، واش كاين مدرسه اعدادي؟ وشكرا. بالنسبه للمدرسه كاينه كاين حدا المشروع، كاين مدرسه، كاين كوليج، كاين ليسي حدا الطريق، وكاينه كما قلت لكم مدرسه بقعه مخصصه لبناء مدرسه في قلب المشروع، في بلاصه فين كاين دابا مكتب البيع حاليا، ولكن باقي ما تبناتش. والمسجد كذلك كيسولوا الناس على المسجد، المسجد ان شاء الله غتبنى في اين شطر؟ خامس لا رابع لا الاول لا كامل. واحد الشطر اللي باقي ما سادس. برافو غادي تبدا ان شاء الله في الشطر السادس، وبزاف ديال الاسئله كيجوني على الشطر السادس. الشطر السادس راه جاي ان شاء الله قريب، غادي يبداو ان شاء الله البيع ديالو، ولكن مازال ما عارفينش المعلومات واش كيفاش غادي يكون تكون طريقه ديال البيع وتسبق شحال، هادشي اللي كاين ان شاء الله. ملي غيبداو ان شاء الله ويديروا يعطيونا معلومات على الشطر غادي نعلمكم طبيعه الحال، ونقول لكم داكشي كامل اللي كاين، وغادي نزيد نقربكم ان شاء الله من المشروع، ونزيد نقربكم نعطيكم معلومات كثيره على هذا الشطر السادس اللي جاي ان شاء الله القدام. كنتمنى صراحه انه المشروع يكبر ويتبنى الشطر السادس، ويتبناو كاع الاشطر ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي تبناو كاع الاشطر ويكبر المشروع ديالنا بطبيعه الحال. فهادشي اللي كاين صافي، بالنسبه ليا تقريبا جاوبت على كاع الاسئله اللي باينه. بالنسبه للاجراءات باقي الناس كيسولوا على الاجراءات، باقي الناس اللي الله كيكتشفوا المشروع، اللي الله كيكتشفوا القناه ديالي ومهتمين بطبيعه الحال باش انهم يشريوا في المشروع. فالاجراءات ديال التسبيق ديال انا في المرحله الاولى ديال انك كتختار الشقه ديالك وكتعطي التسبيق، كيبغيو فقط البطاقه الوطنيه والنسخه من عقد الزواج الناس اللي مزوجين، وسميتو تسبيق طبعا الحال على حسب يعني الشطر الخامس باق. عطيني غادي نجاوب على هذا السؤال كذلك يطرح بزاف. تسبيق بالنسبه للشطر الخامس راه التسبيق على حسب الطابق السفلي 3 مليون، البرومي والدوزيام 7 مليون، يعني الطابق الاول والثاني 7 مليون، والطابق الثالث 5 مليون. هادشي اللي كاين، وكنتمنى انا نكون يعني جاوبت كاع الاسئله، وراه كنجاوب صراحه على جميع الاسئله، سواء اللي كيخليو لي الناس في التعليق في القناه، اولا اللي ملي كيتواصلوا معايا الناس في الواتساب. راه كاينين الناس اللي غادي يشهدوا ان صراحه كنحاول ما امكن نجاوب كاع الناس اللي كيسولوني في الواتساب، الناس اللي باغيين يشريو فين غادي نمشيو، هذا فين كاين الموقع ديال المشروع. كيسولوا بزاف ديال الاسئله، يعني كيمشيو صراحه جاهزين وعارفين معلومات كثيره على المشروع، فكيمشيو عارفين شنو خصهم يديروا، شنو غيديو التسبيق، وهذا كل شيء كيكون المهم كنقول لهم كل شيء طبيعه الحال. وهذا الشيء اللي كاين، كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم. شكرا بزاف، شكرا على التفاعل ديالكم في اخر فيديو،
كان تفاعل زوين صراحه، والتعلاق ديالكم صراحه كتفرحني بزاف بزاف، وصراحه كنحس براسي خصني مازال نزيد، مازال نصور فيديوهات، مازال ان شاء الله يا ربي ان شاء الله جايه فيديوهات غادي نصور لكم. واحد بزاف ديال الناس كيطلبوني على الشقه النموذجيه، سيغتو الناس اللي برا، الناس اللي بعاد اللي ما يقدروش يجيو مثلا يشوفوا الشقه النموذجيه وعاد يمشيو يشوفوا مثلا وهذا، فغادي نصور لكم ان شاء الله. واخا انا ديجا صورت الشقه النموذجيه في القناه ديالي، ولكن غنعاود نصور لكم بالنسبه لهاد الناس اللي يلاه كيكتشفوا القناه، الناس الجداد يعني ما كيشوفوش الفيديوهات القدام، غادي نصور لكم ان شاء الله عاوتاني الشقه النموذجيه، ونصوروا ان شاء الله كذلك واحد الفيديو غادي نحاول ما يمكن نهضروا على المشروع كامل بالنسبه للموقع ديالو، غادي ندير لكم واحد الفيديو على 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 المشروع من نهضروا عليه، المهم ما نحرقوش المراحل ان شاء الله يا ربي جايه فيديوهات زوينين ان شاء الله. فما نطولش عليكم، السلام عليكم وطلعوا فراسكم، وهلا بلا تحيات كل الناس بسلامه، باي باي زربان يحيى، يلا قول الناس بسلامه وشكرا وديروا لايكات وديروا تعليق لماما، شكرا وديروا لايك وابوني ديك البطونه اللي حمراء تولي بيضاء ياك تولي بيضاء. شكرا لكم صراحه، كتسولوا بزاف على يحيى، هذا هو يحيى شحال ديما بان معايا هضره شي اللي كاين، ما تطوليش عليا قول لي تعطيني. يلا تهلاو فراسكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، تبارك الله عليكم، كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، سلامة.